السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ تحية لكل اصحابي واخواتي ومتابعيني، ربنا يبارك فيكم جميعا. جمعة مباركة على الجميع. اهلا بكم ومرحبا. النهاردة في عرض يوم الجمعة، عرض النهاردة مميز يا جماعة في كل طلباتكم. النهاردة يا جماعة اول عرض معانا من دمياط، وهو عبارة عن قصر شقلباز ابيض بولاده زي ما انتم شايفين. ودخل كشكي دخل ابيض شقلباز ساكسون وذكر كشك عنبري وانتهى كشكية. وذكر سكري اللي محتاج حاجة يا جماعة من المجموعة دي يتصل على الرقم الموجود. هو الراجل من دمياط. تاني عرض معانا يا جماعة من عين شمس، محطة المترو، تلات شبابات، ذكر منتهي أحمر غزار وانتهى مرقعة، انتهى مرقعة شقافة. والذكر أهو اللي بضربها ده، واللي هناك التانية دي نتاية. تالت عرض يا جماعة من شربين الدهلية، وده عرض مميز جدا، عبارة عن 23 هزاز، 2 بديل أحمر بسم الله ما شاء الله، مستواهم كويس، وقص هند أبيض. في 2 تقريبا ده مجموعة زغاليل يا جماعة للناس اللي بتحب الزغاليل وعايزة تعمل حمام نش، فيهم كشكيات وفيهم كريزليات، يعني مجموعة حمام مميزة. وفيهم أزرق قطيفة، ده لما كانوا دمياط. فيهم شقلباز، فيهم جمعيات، حمام نش محترم اهو. للي حابب يا جماعة يتواصل على الرقم، الزغاليل ده مكانها دمياط. طبعا كل ما تاخد مجموعة وخدت المجموعة كده يبقى في سعر مخفض شوية، غير ما تاخد جزء ولا اتنين. كل حاجة طبعا يا جماعة لها سعر. ده يا جماعة معانا عرض برضه من دمياط، أغلبية العروض النهاردة معانا من المنصورة ومن دمياط. جوز أزرق قطيفة وتحتهم من الحصى بتاعهم، تحتهم بيضهم، وهنا جوز إن شاء الله باز أصفر بلومي معاهم زغلول. العرض ده يا جماعة للناس هواة الجاكوبين أو حمام النمساوي المستوى العالي، الحمام الراقي يعني الحاجة العالية. ده مكانه من المنصورة برضه يا جماعة، ده اس ريتش الموند اهو، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحبه، مستوى جميل. ده يا جماعة قصة تاني. ذكر احمر وينتهي الريتش، مستوى جميل، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك يا رب.
الحمام الهادي جدا يا جماعة. الجاكوبين ده من الحمام الهادي جدا اللي سهل اتعامل معاه. ده قصر مستوى عالي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، قص اصفر، حاجة جميلة جدا. شايفين حضراتكم المستوى واضح، الحمام ده اصلا اهل استيراد، واضح من المستوى بتاعه. اللي حابب يا جماعة يتواصل للناس اللي هي يعني غاوية الحمام ده والباب ده، تتواصل على رقم التليفون ومكان المنصورة. ما انتهى فرداني برضو، مستوى جميل جدا، بس ده عند واحد تاني. لو حد محتاجها ولا حاجة يتصل على الرقم ده، وهي برضو مكانها المنصورة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، مستويات الجميلة. ده يا جماعة مجموعة 5 زغاليل زاج الايس، من هواة الناس اللي غاوية والزاج الزينة بالذات. ده سعرهم مع بعض 750 جنيه، للناس اللي بتفهم في الباب ده. بسم الله ما شاء الله، في يا جماعة متابع طلب مني زغلول هومر، الراجل ده عنده هومر، لو محتاج يتصل عليه. للناس اللي سألتنا على الحمام الهوار المستوى المميز، يا جماعة احنا بنحاول نقبل كل طلباتكم على قدر المستطاع، واي حاجة بتطلبوها بنحاول نوفرها والله على قد الامكان. الراجل ده يا جماعة مكان العبور، انت العبور القاهرة، ده اكيد على زغليل. همر لو حد عايز برضو يتصل على رقم التليفون المثبت على الفيديو. ويا جماعة مش كل الناس اللي ما بتكتبش أرقام أسعار تمام بتبقى مش كويسة، كل واحد له طلب، له حاجة في دماغه. في ناس بتبقى لها يعني حاجة في دماغها، ففي ناس برضو بأسعارها كويسة جدا بتبقى ما بتكتبش أسعار. ده يا جماعة انتيتين جعفري مستوى جميل ومفرحات قلش، نتايتين مع بعض عاملين 1000 جنيه. لو حد عايز نتايتين يعني يا جماعة، مش شرط اللي هو مش كاتب السعر ان يبقى اسعاره غالية، لا احنا جربنا كتير وكانت اسعار الناس اسعارها معقولة جدا. ما تخافوش من موضوع الاسعار ده، ولو حد عايز يقيم حمام يكلمني وانا اقيمه له واقول له كان يسوي ولا لا. ده كان الفيديو بتاعنا يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.